نعود مرة أخرى لطبعا الصور التي تتابعون أسفل الشاشة. هذه الصور التي تأتيكم في نقل مباشر من وحي للطريق الرابط ما بين بن عكنون وزيرالدة هنا بالعاصمة بعد طبعا حادثة ليلة أمس. هذه الصور عملية تواصل الأشغال هناك. نشير فقط أننا خصصنا حيزا لهذه العملية للحادثة بدءا ليلة أمس منذ حصولها ووقوع 5 سيارات بها. طبعا لحسن الحظ لم يتم تسجيل أي يعني خسائر بشرية كبيرة ما عدا تسجيل جروح وإصابات. أشرنا كذلك منذ صباحة اليوم ورافقنا عملية التعامل مع هذه الحفرة والأشغال المتواجدة هناك أين يتواجد موفد تلفزيون النهار أحمد محمودي. نقلنا تصريحات وزير النقل والأشغال العمومية وحرصه وحديثه عن ضرورة التسريع في عملية طبعا تطبيب وعملية طبعا معالجة هذا المكان. لكن الانتقاد الوحيد الذي يتم التعامل معه والذي تم توجيهه هو التسرع وعدم القيام بدراسة مسبقة حتى يتم المعالجة هذا من جانب، وكذلك الإمكانيات التي تم توفيرها. على كل نربط الاتصال بأحمد محمودي موفد تلفزيون النهار إلى هناك. أهلا بك أحمد محمودي من جديد، تفضل إليك الخط وآخر المستجدات. نلاحظ أن العمود تم نزعه، لكن قدم لنا ماذا يحدث الآن بالضبط. مساء الخير زميلتي هاجر مرة أخرى. إذا كما تشاهدون على الصورة تستمر الأعمال، آلة الحفر الآن تقوم بتفريغ الحفرة من التراب الهش الذي يعني جعلته المياه هشا، وتقوم إفراغها من أجل تجفيف المكان وحتى يتم ملؤه بالحجارة والتراب يعني الجاف وحتى الإسمنت، وبعده يقوم بالتزفيت. يعني قمنا بالحديث منذ لحظات مع أحد المسؤولين في شركة تسيير المياه سيال الذي حدثنا عن ما قامت به الشركة، وأكد لنا أن المياه التي المتسربة في الحفرة عن طريق الأنبوب سيتم قطعها على أكثر تقدير في الساعة القادمة، على أكثر تقدير ليتم إتاحة المجال أمام مديرية الأشغال العمومية وعمالها للبدء في ملء هذه الحفرة وبدء العمل الجاد من أجل إعادتها وإعادة فتح الطريق كما صرح به الوزير قبل الليلة أو على الأكثر تقدير قبل يوم غد في الصباح. تواجد هناك أحمد محمودي، ولا ضير أن تصلك معلومات أنك تشاهد وتتابع وغيره. هل تعتقد فعلا أن هناك عملية تسريع على حساب نوعية الإصلاح؟ والله زميلتي هاجر الحكم على النوعية لا يمكننا أن نحكم على النوعية لأننا لسنا خبراء. يعني ما نلاحظه الآن أنه لا توجد فعلا تلك السرعة التي قد تؤدي إلى الخطأ أو عدم إتقان العمل. يعني الريتم هو ريتم عادي، ريتم أعمال عادي، عمليات حفر عادية، عمليات توقيف تسرب المياه عادية. لا يوجد يعني لا نلاحظ وجود سرعة مفرطة قد تجعلنا نقول أنها قد تؤدي إلى التهور أو إلى إنجاز عمل غير متقن. لكن خفايا الأمور التقنية لا يعلمها إلا أصحاب المهنة. هل شاهد تقنيين فيما يتعلق بمعالجة بالنظر إلى التربة وغيره؟ نعم زميلتي هاجر، يجب أن نكون موضوعيين. حقيقة في الساعات الأولى لم يظهر لنا أنه هناك خبراء، لكن مع مرور الوقت اتضحت لنا بالرؤية قليلا حيث لاحظنا وجود بعض خبراء، والأمر الجميل أيضا أنهم شباب في العشرينيات أو في الثلاثينيات من العمر يقومون بعملهم في الخفاء لأنهم لا يسمح لهم بالتصريح، وإلا فكنا قد نستضيف واحد أو اثنين منهم. أخذوا عينات قاموا يعني بدراستها، وكل هذه الأمور التقنية يعني كما أكد لنا أيضا مدير
مدير الأشغال العمومية قد تمت حسب ما تنص عليه القوانين والمعايير الدولية، ونشاهد هاجر زميلتي أنه تم إخلاء نزع العمود ونزع حتى الأساس المكون من الإسمنت الذي يعني كان شكل ربما عائقا ربما في من أجل نزعه، لأنه كبير الحجم وثقيل جدا زميلتي هاجر، ما جعل سائق الآلة التي خلفي يصعب عليه نزعه، لكنه تمكن بعد محاولات كثيرة ويجب القول ذلك بتحكم كبير في قيادة هذه الآلة من سحب هذا الحجر المكون من الإسمنت. وكما تشاهدون خلفي مباشرة الآن يتم إخلاء الحفرة من الطين الذي هو الآن مشكل، يجب إخلاء الحفرة تماما من التراب المبلل أو الطين لكي يتم تجفيفها والبدء في ملئها بما يجب وضعه فيها زميلتي هاجر. ممتاز، نتحدث فقط عن الطريق المحادي، لأن وزير النقل والأشغال العمومية عند قدم تحدث عن أنه في غضون ساعة لابد أن يكون الطريق مفتوح تماما، طريق المحادي خاصة والمباراة المرتقبة ما بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد. نلاحظ في الصور يعني درب العاصمي، نلاحظ أنه في الصور هناك سيرورة للسيارات هناك، يعني مفتوح الطريق. نعم نعم زميلتي هاجر، معروف على المكان الذي نحن متواجدون فيه والذي يسمى عند عامة الجزائريين بطريق الأس بن عكنون، يعني معروف عنه حتى في الأيام العادية دون مثل هذا الحادث حتى وتيرة السير تكون على هذا النحو، يعني هذا الطريق معروف أنه دائما مزدحم، دائما سرعة السائقين تكون منخفضة فيه. الإشكال ليس في هذا الطريق زميلتي هاجر، الإشكال كله في الطريق المؤدي من زيرالدا إلى الجزائر العاصمة والذي تم فيه تحويل السائقين عبر دالي إبراهيم أو عبر طريق 5 جويلية كي يقومون بالدوران ويتفادون مكان الحفرة ويخرجون يعني في الطريق آخر زميلتي هاجر. لكن حتى من ذلك الجانب يعني لا يمكن القول أن هناك ازدحام مروري خارق للعادة، هو ازدحام ربما مثل سائر الأيام، ربما يمكن وصفه بأنه زائد عن العادة إذا قارناه أو إذا أشرنا إلى أننا اليوم يوم سبت ويوم عطلة حقيقة، يعني يوم سبت ويوم عطلة من المعتاد أن الطريق تكون تسير، نعم تكون تسير بشكل عادي، لكنها يعني يمكن القول أن اليوم حركة المرور هي حركة المرور في أيام الازدحام الأسبوعية العادية. المشكل زميلتي هاجر قد يكون إذ لم يتم إصلاح هذا الطريق قبل يوم غد صباحا، لأنه معروف أنه خاصة يوم الأحد هو يوم أول يوم في الأسبوع تكون فيه حركة المرور كارثية جدا ونقاط سوداء كثيرة ابتداء من زيرالدا إلى غاية بومرداس وليس الجزائر العاصمة فقط. وما أدراك لو بقيت هذه الحفرة وهذا الطريق لم تصلح إلى غاية الغد، يعني هنا حقيقة يمكن أن نقول أنها ستكون كارثة مرورية أو اختناق مروري كبير سيصعب ربما تسييره والتحكم فيه. سنرتقب ماذا سيحدث يوم غدا، خاصة وأن تغطيتنا ستكون دائما ومتابعة ستكون دائما حية ومباشرة. أحمد محمود موفى تلفزيون النهار إلى بن عكنون، جزيل الشكر لك على هذه التغطية وللفريق العامل لك، أشكرك جزيل الشكر.